بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، نتابع الجزء الثالث في سلسلة الشرح المبسط جدا لأكبر برنامج في إحصاء القرآن العظيم الذي من الله تبارك وتعالى عليه بنا واستفاد منه الملايين حول العالم، وندعوكم للاستفادة من هذا البرنامج الرائع. الحقيقة أيها الأحبة، هذا البرنامج هو ثمرة جهد تقريبا قلنا أكثر من 15 عاما. انظروا معي أيها الأحبة، هنا عندما نفتح البرنامج يظهر بهذا الشكل، هنا كما نرى أمامنا. هذا هو برنامج إحصاء القرآن. أبسط عملية في هذا البرنامج أن نبحث عن كلمة هنا بطريقة عادية، يعني مثلا أنا أريد أن أبحث عن كلمة جبال، مثلا جبال، عندما أضغط أكتب جبال هنا وأضغط على زر البحث فيخرج لي الآيات التي فيها جبال، مثلا الآية الأولى وتنحتون الجبال بيوتا، هو يلون الحروف هذه التي أبحث عنها، مثلا وهي تجري بهم في موج كالجبال، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، وهكذا. انظروا هذه هي الكلمات، تلاحظ أنها يعني معرفة بال التعريف، لا أدري هل كلها، دعوني أبحث عن الجبال. طبعا جبال 33 مرة. طيب الجبال بأل التعريف كم مرة؟ 31. إذن أنا لدي مرتين في القرآن فيها كلمة جبال، كيف أعلمها؟ أحذف الألف واللام من هنا وأضع فراغ، سبيس هنا أيها الأحبة، الفراغ، أضع سبيس أو فراغ، فلكي أتجنب أن يعطيني الكلمات التي فيها ال أو فيها أي حرف آخر، فعندما أبحث سيعطيني نتيجة واحدة هي وينزل من السماء من جبال فيها من برد. طب أين المرة الثانية؟ إذن أنا ينبغي أن أعود وأبحث عن كلمة جبال، سوف أجد. طبعا هنا وضعت فراغ، ألغي الفراغ وأبحث عن كلمة جبال، يعطيني 33 مرة. طيب الجبال، أبحث عنها يعطيني 31، إذن هناك مرتين. ما هي المرتين هذه؟ سأضغط هنا فراغ وسأفصل الواو. هنا لدي خيار رائع جدا أيها الأحبة، فصل الواو، ثم أبحث، أيضا يعطيني مرة. طيب إذن أين المرة الثانية؟ سأقوم بعرض الآيات ثم أيها الأحبة سأبحث عن كلمة جبال باستخدام هذا الخيار، هذا خيار رائع، وأنا أنصح الجميع باستخدامه أثناء عمليات البحث لأنه يظهر لك النتائج مرتبة أمامك. أقول له إحصاء الكلمات التي يوجد بها، طبعا أولا أكتب الكلمة هنا جبال، ثم أقول له إحصاء الكلمات التي يوجد بها، أضغط فيعطيني الجبال 8 مرات، كالجبال مرة، الجبال 14، الجبال 8 مرات، هنا طبعا التكرار أيها الأحبة، جبال مرة، يا جبال، إذن يا جبال. طبعا هنا اتضحت الكلمة، هي كلمة يا جبال ظهرت معنا، ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. طيب أين الألف؟ كلمة يا فيها ألف، هذا هو ما يسمى بالرسم العثماني. إذا أردت أن تبحث بشكل أبسط ابحث وفق الرسم الإملائي، طبعا عندما تكتب كلمة جبال يعطيك 33 نتيجة، وعندما
تفصل هذه الكلمة، تفصلها بفراغ، ثم تبحث، يعطيك نتيجتين. إذن انضبط العدد. لماذا؟ لأن كلمة يا جبال بالرسم الإملائي مكتوبة بالشكل العادي، يا كلمة وجبال كلمة. إذن أيها الأحبة، أنا أنصح بالنسبة لي، وأنا أستخدم هذا الخيار من أجل أن أستخرج بعض الآيات التي أبحث عنها. يعني مثلا أنا أريد، أعود هنا لعرض الآيات، أنا أريد مثلا أن آخذ آية، أنسخ هذه الآية، أضعها على ملف وورد. أنا لدي مقالة أكتبها، لدي تعليق على فيسبوك أكتبه، لدي رسالة أرسلها عبر واتساب، عبر أي برنامج. الأفضل أن آخذ النص القرآني من هذا البرنامج أو من أي برنامج آخر دقيق، ولكن هنا يوجد سهولة، نحن سهلنا عملية نسخ البيانات هنا أيها الأحبة، نسخ البيانات. مثلا لنفرض أنا أبحث عن كلمة، مثلا فرضا كلمة جهنم، أكتب جهنم. طب نحن نعلم أن كلمة جهنم تكررت 77 مرة، لها صيغة واحدة فقط. نضغط إنتر هنا، يعطينا 70 نتيجة كلمة جهنم، ولكن الحقيقة هي تكررت 77. لماذا أعطاني 70 هنا؟ لأننا لم نعرض الآيات كاملة، هنا يجب أن نعرض، هو يبحث ضمن الآيات التي كانت معروضة. نعرض الآيات كاملة ثم نبحث عن كلمة جهنم، يعطينا أيضا 70. لماذا؟ أنا أعلم أن كلمة جهنم تكررت 77 مرة. أعود وأبحث ضمن الآيات 6236 آية، أكتب كلمة هنا فراغ، هنا كان يوجد فراغ أيها الأحبة، هنا أنا وضعت فراغا بالخطأ، فأخرج لي فقط 70 نتيجة، وهذا رقم جديد بالنسبة لي، 70. يعني جهنم تكررت 70 مرة، ولكن هي 77. أين المرات السبعة الباقية؟ أضغط هنا، ألغي الفراغ، هنا الفراغ، ألغيت الفراغ الذي كان هنا، أكتب كلمة جهنم من دون فراغات، لأن البرنامج يعتبر الفراغ حرفا، يعني يجب أن نكون دقيقين. نبحث عن كلمة جهنم، نجد 77 نتيجة، وهو الرقم الحقيقي أيها الأحبة، 77 مرة. طيب كيف سأعلم هذه 77 مرة؟ يعني كيف وردت جهنم؟ هناك بجهنم، هناك ربما كلمات، يعني جهنم لها صيغة. أنا علي أن أبحث هنا بإحصاء الكلمات التي يوجد بها. أبحث، أعطاني هنا جهنم 4 مرات، جهنم، 54 مرة، بجهنم مرتين، لجهنم 3 مرات، المجموع 77 مرة. إذا لدينا بجهنم ولجهنم. انظروا إذا كتبنا هنا أيها الأحبة بجهنم، انظروا، يعطيني مرتين. إذا كتبنا لجهنم، يعطيني كم؟ 3 مرات. إذا عندما نبحث عن كلمة جهنم نجد أنها تكررت 77 مرة بالتمام والكمال أيها الأحبة. الآن أحبتي في الله، أنا أردت أن أخذ هذه الآية مثلا، هذه الآية، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. أستطيع أن أحددها هكذا كنترول R، أو مثلا أحددها بالماوس هكذا، مثلا أحددها بالماوس وأنسخها، أقوم بنسخ الآية هنا، نسخ النص المحدد، ثم أذهب إلى ملف وورد أو أي ملف وأقوم بلصقه. هناك خيار هنا، نسخ الآية المحددة، هنا، يعني أيها الأحبة أنا حددت الآية هنا، نسخ الآية المحددة أو الآيات المحددة، آية آية، أقوم بالنسخ، ثم أدخل إلى ملف وورد. سأفتح الآن ملف وورد أيها الأحبة أمامكم، سأقوم أولا بمشاركته عبر هذه الشاشة، سأقوم بمشاركة ملف وورد، وأقوم بالضغط على كنترول V أو لصق،
لصق. الآن أنا فتحت ملف في الوورد أمامي، ثم أقوم أكبر الخط قليلا فقط لنشاهد جيدا، أقوم بالضغط على لصق. هنا لصق، أعطاني النص بين قوسين، هنا أعطاني أيضا اسم الصورة ورقم الآية. طيب أنا أريد أن أنسخ مجموعة من الآيات مثلا، يعني أريد أن أنسخ مجموعة من الآيات. على سبيل المثال أبحث مثلا يعني على سبيل المثال، دعوني أعود للبرنامج، برنامج إحصاء القرآن الكريم، لنبحث عن كلمة أخرى مثلا تكررت ربما أكثر من مرة في القرآن. إذا بحثت مثلا عن كلمة اللهم، اللهم، ثم أضغط بحث، نجد أنها تكررت 5 مرات، لدي 5 آيات. أريد أن أنسخ هذه الآيات الـ5، هنا الـ5 آيات أيها الأحبة، هذه 5 آيات فيها كلمة اللهم. أول آية قل اللهم، قال عيسى ابن مريم اللهم، وإذ قالوا اللهم إن كان دعواهم فيها سبحانك اللهم قل اللهم، نجد أنها في بدايات الآيات، 5 آيات فقط في القرآن فيها كلمة اللهم. كل ما علي فعله أن أذهب إلى نسخ الآيات وأقول نسخ كل آيات الجدول، أو نسخ الآيات المحددة، أستطيع أن أحدد، يعني مثلا أحدد مثلا هكذا ضغط مرتين، آيتين، 3 آيات، 4 آيات، 5 آيات. أنا أضغط ضغطة مستمرة على لوحة مفاتيح أو على الماوس وأمرر الفأرة هكذا، فأنا الآن حددت الـ5 آيات. أقول له نسخ الآيات المحددة، نسخها. أذهب إلى ملف الوورد، طبعا أنا سأقوم بمشاركة ملف الوورد مع هذه الشاشة هنا، ملف الوورد أيها الأحبة هنا، سأضغط على ملف الوورد، أفتح ملف وورد، الآن أصبح واضح أمامنا. أقوم طبعا هنا بلصق هذه ما نسخته اللوحة هنا، طبعا نسخت هذه الآيات، سنقوم بتحديدها وترقيمها مثلا، هي 5 آيات أيها الأحبة، هكذا هكذا، الآية الأولى مع رقمها، اسم السورة ورقمها، الآية الثانية المائدة 114، الآية الثالثة الأنفال هنا 32، الآية الرابعة، الآية الخامسة الزمر 46. إذا قمنا بنسخ هذه الآية إلى ملف الوورد كما نرى أمامنا، أو تستطيع أن تنسخ وتضغط كنترول في أو لصق في أي مكان تحب، في برنامج، في فيسبوك، في يوتيوب، في أي مكان، واتساب، أي مكان تضغط وتستفيد. وميزة هذا البرنامج أنه يعطيك بسهولة حتى تستطيع أن تنسخ كل آيات المصحف، كل آيات المصحف. سأختم بها أيها الأحبة لكي يعني تكون مفيدة لمن يحب أن يبحث في القرآن العظيم كله. طبعا هنا أحبتي في الله تستطيع أن تنسخ كل آيات السورة معينة أو آيات القرآن كاملا، يعني مثلا أنا وضعت خيارا في هذا البرنامج، سنرى أمامنا الآن كيف نستطيع أن ننسخ، نعرض الآيات من هنا أحبتي في الله، عرض الآيات أو F3، يعرض لك كل آيات القرآن من بسم الله الرحمن الرحيم إلى من الجنة والناس. لدي هنا خيار نسخ ما في جدول الآيات دون نص الآية، تستطيع أن تنسخ فقط الأرقام وأسماء السور وكذا، نسخ ما في جدول الآيات مع نص الآية الكريمة، ينسخ لك كل القرآن، أو تنسخ أسطر محددة أو سورة محددة أو كذا. إذا أردت أن تنسخ القرآن كاملا من هنا، كل جدول الآيات يستطيع أن ينسخها لك، تذهب إلى ملف الوورد هنا، سأشارك هذا الملف أحبتي في الله، ملف الوورد أشاركه هنا على الشاشة، فسيظهر أمامنا هذا الملف وفيه نضغط على لصق أو على كنترول في، سيقوم البرنامج بلصق
القرآن، نص القرآن الكريم كاملا، طبعا سأحذف هذا النص، ثم سأضغط هنا أيها الأحبة على لصق، سيقوم بلصق النص القرآني كاملا. طبعا هو يستغرق ربما ثواني حسب سرعة الكمبيوتر لديك، لأن نص القرآن كبير. هو الآن سينسخ 6236 آية ويضعها على ملف واحد، ملف وورد، وبالتالي يستغرق بعض الوقت كما قلت حسب سرعة الكمبيوتر لديكم. يقوم هذا البرنامج بلصق هذه الآيات كاملة، ويمكن طبعا أحبتي في الله أن يعني نجرب هنا. هنا طبعا هو لصق أشياء أخرى ربما لا نريدها. هو نسخ، يعني نسخ كل النص مع عدد يعني رقم السورة، رقم الآية، رقم كذا. انظروا أيها الأحبة، أنا لا أريد هكذا، أنا أريد أن أنسخ فقط، سأحذف، أنا أريد فقط أن أنسخ نص القرآن العظيم فقط. سأبدل الآن، أنا حذفت، سأبدل إلى البرنامج، سنظهر البرنامج إحصاء القرآن الكريم. أنا أريد أن أنسخ فقط النص، نص القرآن. إذا أقوم بتحديد هذا النص، أقوم بالضغط على Shift و End، يتحدد كل النص، Shift و End يتحدد النص كاملا. فأقوم بنسخ الآيات المحددة آية آية مثلا، أو مجمعة سورة سورة يجمعها لي. سأنسخها آية آية مثلا، ثم أقوم بالذهاب إلى ملف الوورد. سأظهر ملف الوورد الآن أيها الأحبة، سنرى كيف أن النص القرآني سيتم وضعه على ملف واحد، على ملف وورد واحد، وتستطيع أن تستفيد منه. طبعا هنا أقوم بعملية اللصق، وكما نرى يأخذ بعض الوقت. لماذا؟ لأن يعني يعود إلى حسب سرعة الجهاز لديك، كلما كان أسرع تكون العملية أقل. هنا طبعا نسخ كل القرآن كله، أصبح لديك على جهازك، على ملف وورد، وهكذا. انظر أيها الأحبة، بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا إلى آخر آية. نضغط كنترول إند، يعطينا آخر آية في هذا النص، هي من الجنة والناس. أعطانا كل القرآن آية آية مرقمة. طبعا أنت تستطيع هنا أن تتأكد من سلامة النص القرآني وأنه مطابق للقرآن العظيم، أن هذا النص مطابق للقرآن العظيم. طبعا هذا النص كما نرى أمامنا هو بالرسم الإملائي، هذا النص بالرسم الإملائي وليس العثماني. طبعا أحبتي في الله، لا أريد أن أطيل عليكم، هذه الحلقة كانت أطول من سابقاتها. سنحاول في كل لقاء أن نأخذ معلومة جديدة حول هذا البرنامج الأكثر من رائع، والذي أنصح الجميع من تحميله من موقعنا على الإنترنت كحيل7.net أو .com. تحمل هذا البرنامج، تفك الضغط وتستمتع بالميزات الهائلة التي فيه لتكتشف عجائب القرآن العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه عليم حكيم مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.